أحمد النوح رئيس جمعية بارو للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية. نهار تغان غدا بالمركز السوسيو التربوي اللي باب الجامعة ميد سيدي المدراء حفل تخرج الفوج الأطفال غايك جا 9 سنين 15 سنة ومحطات ويقام دي التربية غير النظامية، وفي نفس الوقت وغاصن موازية ديك التربية غير النظامية تغا تكون ورشة تكوينية يتاد في إطار التدرج المهني باش غاستيري تنأهل غاستيري مهنة عمليا للمستقبل. المشروع اكيد دي صعام لان قام الحرمين مستفيدات دي التربيه غير النظاميه دي السيراميك دي الخياطه العصريه التقليديه الزرابي. ونهار تخرجت نمشي سنت لي ديبلوم زائد ماشينة خياط باش تدخل قنتج مقاوله فرديه كلش تدخل به الدهن الناس باش تستفد شويه التمنيات موديله للدخل. المشروع تقيت في اطار تقيت كوزاره الوطنيه، والمشروع يعتبر مشروع متجدد للتربية النظامية كسين التجربة الأولى على الصعيد الإقليمي كسين جمعية بارول يتيقين باش ما لا ينجح حتى في 9 المرة خلال جمعية إقليم النظورة. والمشروع يثيس حتى التعاون الإسباني في إطار المساهمة قدام إلى أكاديمية التعليم. نشي نعاد كنت فيك عادي تلقى في اطار دائم المشاريع المدير للدخل كنت فيك على المركز السوسيو التربوي من خلال الدراسه اللي كانوا فيها مشروع هذا غير نجح حتى تلقى عليه مغاري اللي تستفاد سواء التربيه النظاميه نحو الامنيه باش تفد استدراج المشروع كنت في عيد المبادره الوطنيه والتنميه المشاريع والمشروع يعجب اسم القصد العماله لان يتلف لي سنكيجو فارانا تفتي مغارينا استلك التكوين التذابر من تسنت باش تلقى تغروم باستيلي تزنوزات باش تفارق مراغية السيدة سواء النوضات الجبل. مشروع مدير للدخل جدا ليس تقريبا 20 تمغارين غيستافد مباشر سوينتها وليس 200 فرد ديال العائلة نسن الفئة المعوزة غير مباشر غيستافد. وشكرا.